شيل يا باشا. تمام، وتسنده، بس تسنده سنوده كده، يعني ايه هشك امه بصوا كده. تمام، يعني انت ممكن بنفسك انت تديها من غير ما تحتاج لحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. النهارده ميعاد التطعيم الاول للكلاب اللي هي الجراوي اللي هي الجريفون. تمام، هندي اول تطعيم اللي هو الثنائي اللي هو عمر 30 يوم. تعالوا نبدا تطعيم مع بعض. التطعيم ده مهم جدا يا جماعه، الثنائي ده هو بيشمل البارفو والاستامبا. ده اول تطعيم من ساعه، زي ما قلت لكم، من ساعه ما مشينا على التطعيمات دي والحمد لله لا بيخش عندنا دور بارفو ولا بيجي لنا المشاكل دي خالص ولا اي مشاكل بتقابل الجراوي في فتره التربيه هنا. وده انتوا تشهدوه، وطبعا في الفتره اللي فاتت اللي هي الجراوي اللي كنا مربينا والمالينو والحاجات دي كلها. قبل التطعيمات دي كنت بنخسر خسائر كتير. من ساعه ما مشيت بانتظام مع التطعيم الحمد لله بيجيب معايا نتيجه كويسه جدا. طبعا ادي التطعيم، احنا مطلعين معاه تلج اهو. تمام، ادي التطعيم اهو، ده التطعيم الثنائي، بيبقى عباره عن امبولين زي ما قلت لكم. انا مش عايز امسكه فيدي كتير علشان امبول ميه وامبول بودره. تمام، الامبولين دول بيتلخبطوا على بعض وبياخدوا من الجرو. لما نيجي نلخبط الامبولين دول على بعض بيديني سنتي واحد. الجرو بياخده فين؟ بياخده في الرقبه تحت الجلد اللي هو اتجاه الظهر. تمام، تعالوا دلوقتي هنلخبط التطعيمات دي على بعض ونخش نطعمهم، وانا عامل فكره كده بالقماشه دي. تمام، هنشوف هنعمل بالقماشه دي ايه، علشان في حاجه بتقابلنا على طول وانا بنطعم الجراوي. تمام، هنشوف هنعمل بالقماشه دي ايه عشان انت كمان تتعلمها وتعتمد على نفسك. احنا كده حلينا التطعيمات كلها، كل امبول ميه على امبول بودره بيدينا سنتي. يلا بينا بقى نخش للجراوي كده نطعمهم ونتابع مع بعض. يلا بابا هات لي القماشه فين. هنا باشا هات لي الجو. يلا هات من اللي عندك حتى. ثانية واحدة، هات لي الجو. يلا هات يا باشا، حط هنا، عدي عدي دماغه. بص بقى هعلمك حاجه، عدي عدي نصه نصه. ايوه كده، ايوه شفت بقى الجرو عامل ازاي اهو. امسك لي بقى بوز وورا، البوز وورا سنده بس. البوز يا باشا افرد كده. للاسف انت انت بترفعه ليه؟ طب ايه لازم دي؟ سيبه ياخد راحته عليها كده اهو، اكفي الجرو كده قدامه اهو 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 كده اهو زي ما انا ماسك كده. شوف انا ماسك ازاي، وعيده وعيده. بص انا ماسك ازاي اهو اهو، ايوه كده اللي رجلين لورا، ايوه كده عشان انا مطول هنا بس، انت فاهم. انت كاتم بوزه على فكره، كاتم نفسه بتموته قبل ما ياخد التتعيم، يعني انت بتخلص عليه. فهمت؟ انت بص كاتمه ازاي؟ لا ما عشان لا انت بتموته. طبعا يوسف بيموت الجرو، بيعلمكم ازاي تموت الجرو. بسم الله ما شاء الله. تمام، يعني بيعلمك ازاي تموت الجرو قبل ما تديله التطعيم. هي خلي بالك دي عباره انا عاملها لك عشان سانده بس، دي كده سانده بس، يعني الجرو يحط هنا كده
تمام؟ وتسنده بس، تسنده سنودة كده، يعني ايه هشك امه. مسك. يلا وريني كده يا ابني، خليه يرتاح هنا. امال دي لازمتها ايه؟ مرتاح كده. فين بقى التانيه بتاعته؟ تاني جسمه عشان ظهره يبقى مكلكع. اهو اهو، شوف كده اهو اهو. امسك كده يا يوسف، امسك كده اهو، شوف انا ماسك ازاي. اهو شيل يا باشا. يلا اللي بعده. هاتوا هنا. طبعا القماشه دي يا جماعه فايدتها ان ايه؟ اللي ماسك لك يعرف يتملك في الجر كويس. اهو هو المفروض لو يوسف فهمني ان القماشه دي يريح الجر عليها يعني. عرفت ان القماشه دي اسهل؟ اه طبعا. دي يا جماعه فايدتها ايه القماشه؟ انت بتحتاج في الموضوع كله، بتحتاج في الموضوع كله ان الجرو بتاعك يسلم لك ظهره، يعني يكون ظهره الموضوع سالك. ايه رايك يا ياسين في الاختراع ده؟ هات لي جرو كده تمام؟ بتعلق قماشه كده بالشكل ده. هنوريك انا بقى لما يكون حد واقف معاك بيمسك فاهم، هو فاهم انت عايز ايه، لكن لما يكون واحد واقف معاك مش فاهم انت عايز ايه بتلاقيه عمال يعك، يعني احنا حاطين له قماشه وهو بيرفع لي الكلب فوق. تمام؟ المفروض ان انت دلوقتي هتطعم بتحتاج ظهر الكلب ده يكون كده بالاوسه اللي احنا شايفينها دي، شكل القوس. تمام؟ بنيجي جاي مدخل الجرو كده اهو في نصه كده. تمام؟ يعني انت ممكن بنفسك انت تديها من غير ما تحتاج لحد اهو، وبنيجي ملبسها له كده، شايفين عامل ازاي اهو بالشكل ده. شوفوا بقى لو مايلنا قدام ايه اللي هيحصل؟ ادي القوس اللي انا عايزه. شوف بقى اللي ماسك ماسك ازاي؟ اللي ماسك ماسك كده اهو، شايفين اهو. طبعا يوسف لما يجي يمسك بيمسك ازاي؟ بيمسك كده. دي غلط، دي انت كده بتخنق الجرو بتزهقه. تمام؟ بتخليه يبدا ان هو يفلفص عايز يسلك نفسه، انما كده بالشكل ده هو كده الجرو ده الشكل الاساسي اللي هي تدي بيه الحقنه. طبعا اللي واقف قصادك بيدي حقنه هيرفع كده وهيدي الجرو بالطريقه دي كده. تمام؟ دي طريقه سهله جدا ان انت تدي بيها الحقنه للجرو بتاعك اللي هي حقنه التطعيم. ليه؟ لان الجرو الصغير بيكون جلده سميك لسه، مش زي الكلاب الكبيره، يعني الجلد ما فيهوش مساحه اساسا. ويا سلام بقى لما يبقى جرو جريفون الشعر كتير وكثيف. انا عارف ان في ناس كتير اغلبها ما بتعرفش تدي الحقنه دي او حقنه الظهر للجراوي، بتحتاج ان هي تروح لدكتور. لو انت حاسس ان الموضوع هيبقى صعب عليك يبقى تستعين بالدكتور افضل، علشان لو الحقنه دي دخلت غلط يبقى انت كده هتعمل مشكله للجرو ده في ظهره. ادي شكل الجراوي الجريفون اهي. طبعا بسم الله ما شاء الله. ايوه مليون مسا عليكم. ده كان التطعيم الثنائي اللي هو اول تطعيم، بنعدي 15 يوم وبنديهم التطعيم الثاني اللي هو الخماسي.
مليون تحيه عليكم جميعا، يا رب تكونوا استفدتوا. اهتموا يا جماعه بالتطعيمات بتاعت كلابكم، احنا داخلين على فتره برد وده فتره شتاء اللي احنا داخلين عليها، واي كلب يجيله برد لو هو مش متطعم في الحاله دي هتلاقيه يقع منك بسرعه. مليون مسا عليكم.